وداعا الشماس صادق برنو في مثل هذا اليوم وقبل 3 سنوات، ودعت سان دييكو شخصية كلدانية متألقة عاشت معنا سنين طويلة وقدمت لنا الكثير. غادرنا الشماس صادق برنو، لكن روحه الجميلة المرحة ستبقى تعيش بيننا ولدا. صادق يقوم خابرنو كوريال برنو في القوشي، وفي بيت يقع مباشرة خلف كنيسة ماركوركيس الفخمة بمحلة قاشا، وكان عماده بعد فترة من قبل القسيس يوسف منصور سمعان كادو. وتقدم بحمله ابن عمته صادق ججوى صبح فيما بعد. البطريرك مار بولس شيخ والده يعقوب كان شماسا أيضا، حتى طغى الأسم الأخير يعقوب على لقبهم العائلي فترة من الزمن. ومعروف أن عائلتهم وصل تسميتها من السريانية برنون، هي من العوائل القديمة جدا في البلدة، لازالت في ريف بابل قرية باسم برنون على مشارف نهر الفرات إلى يومنا هذا. العم صادق شماس مجتهد ذو ابتسامه مشرقة وصلابته وشموخه وذكائه وذاكرته التي بقيت متألقة، وهو الرجل المتواضع الصالح الطيب القلب الذي تميز بخلاقة لخدمة الآخرين. وبلاخص الكنيسة الكلدانية بصلواته وصوته الشجي في خدمة المذبح وخطه كان أجمل من كتابة الطابعة. وعندما كان الشماس صادق يتحدث عن أحداث وذكريات الماضي، تشعر وكأنه يقرأ من كتاب لشدة وضوح المعلومة في ذهنه وقوة الذاكرة لديه. ورغم أن عمره كان يتجاوز 103 سنوات وقد رقد على رجاء القيامة في ولاية كاليفورنيا أمريكا يوم لاحد الموافق 7 شباط 2021، وقد وارى جثمانه الثرى في مثواه الأخير في حولي كوراس سان دييغو لراحة الإبدية. أعطه يا ربي ونورك الدائم يشرق عليه، آمين.